واش انت مع المواطن ولا مع رئيس الجماعه؟ حيت هو كعضو في الجماعه دوزوا لي هاد القوادس وهاد الشيء. بغيتي شي حاجه هضر مع الرئيس. انا ما شفنا حتى شي حاجه لمده 10 سنين، راه 10 سنين هو في البرلمان ما شفنا منه والو. وبغيتي انا ممكن نجز لك هاد البقعه ديالك، ولكن براك معايا الارض. انت ما مصوتش عليا داك الشخص ضديك هذا. اللهم ان هذا لا منكر. دروك هاد الرئيس ضاغط على هاد الخدامه ديال واد الحق. التجزئه اللي كيستافدوا منها غير الاقارب ديال الجماعه. حنا كنطالبوا كساكنه متضررين كنطالبوا بالتدخل العاجل ديال السيد العامل. انا فلاح وسيدي قاسم، انا خدام. مرحبا صافي، وبقى انت بعيد. وانت بقى بعيد اصاحبي، بقى بعيد. انت خدم الشهر ديالي كنتخلص وانا برزقي فلاح ديال كلشي. قال انت تقول انا مقاول ولا ايوا صافي. انا بغيت نهضر معاك انت وجهك. انا عاوقب واخا بلاتي بلي انت ماشي مقاول. علاش عطيتيني انا الكلمه؟ عطيتك الكلمه. ديالاش الكلمه اللي عطيتيني؟ باش نخدموا. اه وعلاش ما بغيتيش تخدم؟ وانت دابا انا مصح انا كنقلب عليك. عندك رقم الهاتف ديالي؟ عندي. اه؟ علاش ما تعيطش ليا؟ عيط ليا. ما نجمعش لك السكينه. ابلد. راه غنرون انا شي السكينه، راه كلها غادي تنوض، الصباح كلشي غينوض، لان هنا كاين البيع والشراء. نهضر معاك. حنا شوف هنا حنا حنا راه عندنا شوف شعارنا الله الوطن المالي. ياك حنا راه ماشي كاين مواطن واحد ومواطن جوج، لا حنا كاين مواطن واحد. السلام عليكم. سميتي حفيظي عبد الحق. مهاجر بالخارج من ساكنة مركز رأس العين. جيت اليوم باش ندير هذا الفيديو لأنه كاين عندنا مشاكل خايبة. حنا باقيين كنعيشوا عصور ما قبل التاريخ. لماذا؟ كنعيشوا عصور ما قبل التاريخ لأن حنا باقي عندنا مواطن واحد ومواطن جوج. مثلا مواطن واحد هو السيد النائب الأول لمجلس جماعة رأس العين الشاوية. هذا النائب الأول كاين التصميم عندنا هنايا في الدوار سميتو الحمامدية. هذا النائب استافد بوحده. من استافد؟ استافد من هذه الأرض هذه، ها هي اللي قدامنا. داز ليه الواد الحار، تجزأت ليه وتصوبوا ليه الطرقان ودار اللي بغى، لأنه كيخدم واحد الجهة. واحد الناس أخرين مثلا ما كيخدموش ديك الجهة ما يمكنش يستافدوا من حتى شي حاجة. أنا منهم. أنا عادي بلا ما قلت أنا واريت مع الإخوان ديالي. أنا غادي نتحول البقعة وغنوريها لكم، وهذا التصميم ديالها هو هذا. التصميم ديالها هو هذا، البقعة الوحيدة اللي مسجلة ومحفظة. هذه البقعة هذه دار القوادس والتهيئة من 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 اليمين اليسار من هكا من هكا، ومن اللي وصلوا لعند هذه البقعة هذه ما يعني حبسوا كل شيء، وقال لك اسيدي بلي هذه البقعة ما يمكنش مواليها يستافدوا. علاش؟ خاصهم حتى يجيو يديروا واحد الالتزام في الجماعه. هذا الالتزام يديروه مع السيد رئيس الجماعه. هذا الالتزام ما عرفتش انا ديالاش. ما عرفتش اشنو خاصهم يديروا هاد الناس هادو باش نستافدوا حنا كايها الناس. هذا النداء هذا كنوجهه للسيد العامل عامل اقليم سطات، وكنوجهه للسيد المدير الاقليمي للتجهيز. الا كنا كنستاهلوا وكنا نستافدوا وكان عندنا الحق نستافدوا مرحبا، ما كانش عندنا الحق نستافدوا ماشي مشكل. انا ملي توصلت بالخبر جيت واحد يومين هادي، جيت لهنا لعين المكان لان دار جدي هادي، جدي كيتسمى
بالجلالي بن العباس، هاد الارض كلها كانت ديالو، وجدي هو اللي عاطي لهاد الناس كلهم واحد المده هادي، عاطيهم السكنه، كان الناس كتعرفوا الناس بكري، كانوا كيتعاطفوا مع الناس، ماشي هما الناس ديال دابا. المهم حنا ملي سمعنا ديك الكلام جيت انا بقى فيا الحال، جيت كنستفسر فسميتو كنسول في المقاول، قلت له ودي واش حنا غادي نستافدوا على حسب هاد التصميم اللي كاين، ها هو راه خديتو من الوكاله الحضاريه، واش انا غادي واش حنا كنا غنستافدوا كنا بحال ولا ما غاديش نستافدوا؟ قال لك اودي الا بغيتي شي حاجه او بغيتي تستافد، انا راه الرئيس قال لي، قال لي هو قال ليه باللي هاد الناس هادو راهم دايرين بينا دعوه بالجماعه، قلت واش وراك شي شكايه باللي حنايا كوارثه دايرين دعوه بالجماعه؟ قال لك اودي ما ورانيش، ما عطانيش غير المهم قال ليه باللي راه هاد الناس دايرين دعوه بالجماعه. قلت له ودي هادشي راه ما كاينش، ودابا واش غادي تخدم واش انت مع المواطن ولا مع رئيس الجماعه؟ حنا بغينا نعرفوا واش حنا بغينا نزيدوا نغيروا هاد البلاد ولا بغينا نرجعوا قرون اخرى؟ قال لك اودي انا ما عندي ما ندير لك، بغيتي شي حاجه هضر مع الرئيس. ياو قلنا له كيفاش غادي نديروا هاد الهضره هادي؟ وقال لك اسيدي الا بغيتيني انا وبغيتي انا ممكن نجز لك هاد البقعه ديالك، ولكن براك معايا الارض. ما معنى براك معايا الارض؟ وهي اعطيني. ايوا لا ولينا هذا يعطيه، وهذا السيد الاخر مثلا انا غادي نديرو مثلا غنعطي، وهذا السيد الاخر اللي مسكين من هنا ما عندوش ما يعطي، اشنو غيدير؟ اذا ما غيستافدش. اذا هنا ولينا اللي معانا راه معانا، واللي ما معاناش يمشي بحالو، ما 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 ما, ما نعطيه والو، ما يستافد من حتى شي حاجه، وما عنده والو، وما يدير والو. اللهم ان هذا لمنكر. هاد السيد هذا راه تغى بزاف، وهاد السيد هذا راه 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 فات القانون، وحنا بغينا نعرفوا هاد المشروع هذا واش ديال الجماعه، واش ديال التجهيز، واش ديال الولايه. حنا بغينا نعرفوا هاد 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 المشروع، بغينا نعرفوا مع من غنهضروا، لمن غنوصلوا الشكايه ديالنا. حنا كنطالبوا كساكنه متضررين، كنطالبوا بالتدخل العاجل ديال السيد العامل، وكنطالبوا بالتدخل ديال السيد المدير الاقليمي للنقل والتجهيز باش يفك لنا هذا المشكل. حنا ما بغيناش نتظاهروا، ما بغيناش نجمعوا الناس ونديروا المشاكل، لا، حنا لحد الساعه رحنا سلميين، وكنطالبوا بالسيد العامل بالتدخل ديالو السريع في اقرب وقت. كنبداو بعد ساكنه الحمامديه، كما قال السي عبد الحق هذاك الشيء كامل اللي فيه كفايه، غندور بعد الموظفين اللي تابعين ديال الواد الحار، لحت عده فيديوهات على الواد الحار، على النكيز ديالو، على الازبال ديالو. دروك هذا الرئيس ضاغط على هاد الخدامه ديال الواد الحار، واش خدامين مع الرئيس ولا خدامين مع الاراض ولا خدامين؟ كنصيبهم بعض المرات في الاشغال باش ما يديروش يتبعوا هذوك الخدامه. دروك ملي كنقول الخدامه ديال الاراضي كيقول لك تعالوا، كنقول لهم تعالوا نكسو، كيقول لي الرئيس كذا كيتباطلوا علينا. علاش؟ حيت الرئيس ضاغط عليهم، حيت انا ماشي، كيقول لي انت ما مصوتش عليا داك الشخص ضدي كذا، وتلاحني الفرصه باش نقول هذا الكلام. وشكرا. حنا كنتواجدون بمنطقه راس العين الحي الحمامديه، كما كتشوف التجزئه اللي كيستافدوا منا غير الاقارب ديال الجماعه، غير الموظفين ديالو وكاع اللي تابعين ليه هما اللي كيستافدوا من التجزئه. حنا ما استفدناش التجزئه، ما استفدناش منها، انهم بداو بداك الحفر وخلاوه واحد المده. كما كنشوفوا الان حاليا هاد القوادس وهادشي دوزوهم ليه هو الاول، حيت هو كعضو في الجماعه دوزوا ليه هاد القوادس وهادشي، المهم جزؤوا ليه كلشي. وبالنسبه للطريق، بالنسبه للطريق، الطريق كما كتشوفوا في واحد الحاله هي طريق ديال المسجد وطريق ديال المؤسسه، ما كاين حتى شي حاجه. هنا داروا داك السيما وداك الشيء، داك الواد باقي كيدوز بحال هكا، كانوا غيصاوبوا قنطره كما قالوا، ما كاين والو. حنا ما شفنا حتى شي حاجه لمده 10 سنين، راه 10 سنين هو في البرلمان، ما شفنا منه والو، ما رئيس لا حتى شي حاجه، هادشي اللي كنقول. وثانيا الطريق كما كتشوفوا انه باش يدوز كودرون بزاف طريق، لانها كدير المسجد يا حسره، وكدير المؤسسه كيجيب لهم هذاك التراب الابيض
ما عرفتش منين كيدبر عليه كيمشي يجيبو هذيك صافي دوز تراكس دوك دوك صافي دوز هاي الطريق صوبات صافي وتا حاجه ما كاينه واد الحار ما كاينش بزاف ديال الساكنين هنا كيعانيو بزاف ديال الحوايج بزاف وشكرا.